لن تصدق، وردنا الآن شاهد علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في السعودية أمام مئات آلاف المسلمين. أعلن الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة في المملكة العربية السعودية، وذلك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قام بتنبيه المسلمين بظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة لعل أحدا يتعظ ويعمل لهذا اليوم، حيث أن في الأشهر القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج بغزارة، وهو ما فسره الشيخ شريم على أنه علامة من علامات يوم القيامة، حيث قال الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجزيرة العربية ستعود فيها المروج والأنهار. أيضا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تغريدة ثانية حيث قال: فسبحان الله، هذه العلامات من دلائل النبوة ومن علامات يوم القيامة الصغرى، ومن الناحية الأخرى فإن الثلوج التي غطت صحراء السعودية من الظواهر النادرة التي حدثت في السعودية، وهو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة في منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الأمطار، وأيضا من تلك العلامات علامات الساعة التي ظهرت في الحرم المكي والتي تم تصويرها حدثت في هذه الأيام. كل يوم يمر على الأرض وأهلها فهو اقتراب ليوم القيامة الذي وعد به رب العباد، فهو يوم الحساب. دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا ويحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ظهور علامات قيام الساعة، فمن كتب له أن يراها فيتيقن أن الساعة قريبة وآتية لا ريب فيها، ومنها علامات كبرى وصغرى. والآن ظهرت العلامات الصغرى وباتت واضحة وعلى مرأى العين للعامة. وحديثا تم تصوير فيديو من المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحرم المكي، حيث تجسدت فيه علامات الساعة الصغرى، حيث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حيث شوهدت وشاهد كل من زار مكة المكرمة إزالة الجبال حول الحرم المكي للتوسعة، مثل جبل قوقعان، وهو أحد الجبال التي تعرف بالأخشبين، والتي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ويقصد على قبيلة قريش وجبل أبو قبيس وجبل قوقعان هم الأخشبان، حيث أن جبل قوقعان تمت إزالته ولم يعد موجودا، وهو الجبل الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ظله وتسلقه عندما كان صغيرا. وأخبرنا أن البنيان في مكة سوف تصل إلى قمم الجبال، وهذا ما يحدث الآن، أصبحت مليئة بتلك الأبنية. ومن العلامات الأخرى التي ظهرت أيضا في المملكة العربية السعودية وفي مكة تحديدا، والتي يشيب لها الولدان من انبعاج الجبال وبرج الساعة، والذي ذكر في أحد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيره ظهر الآن واضحا تماما لكل من رآه، فعلينا جميعا أن نأخذ حذرنا من هذه العلامات التي من المؤكد أنها سوف تصل للعالم كله، حتى يعلم الجميع باقتراب يوم الآخرة ويتوب كل واحد على معاصيه الذي يفعلها، حتى لا يهلك في نار جهنم بل يكون مأواه الجنة. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وتجدر الإشارة إلى أن أحداث اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي لا يمكن للعقل تصورها وإدراك حقيقتها، وإنما جاء خبرها بالأدلة الشرعية القاطعة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، ولكن هناك أشياء كثيرة ظهرت في هذه الأيام تدل على اقتراب الساعة، ومنها علامات صغرى وأيضا علامات كبرى. فمن العلامات الصغرى التي ظهرت هي أمور خاصة بالنساء والفتيات والزوجات،
فبدأنا كل هؤلاء في فعل بعض الأعمال التي لا تتناسب مع قيم الدين وتعاليم الله ورسوله التي يعلمها الجميع منذ نشأة هذه الدنيا. فمن هذه العلامات الصغرى ارتداء النساء والفتيات الملابس القصيرة والضيقة التي تبرز مفاتن جسمها من جميع الأماكن، حيث تصبح هذه الأمور هي عادة لهم، ثم يقولون بأنها هي الموضة في هذه الدنيا. وليس هذا فقط، وإنما أيضا بدأت النساء والفتيات يرتدون الملابس مثل الشباب تماما ويتشبهون بهم في كل شيء. ولكن هنا الحديث الشريف: ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النساء المتشبهين بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء. فبدأت الفتاة تلبس البنطال الضيق مثل الشاب تماما وتظهر مفاتن جسمها وهي في الشارع أمام الجميع، وتجعل الجميع ينظرون عليها ويتحصلون على الذنوب والمعاصي من هذه الملابس الضيقة. ولكن ليست الملابس الضيقة فقط مثل ملابس الشباب، ولكن أيضا الملابس القصيرة التي تجعل الشاب ينظر على الفتاة ويتخيل أشياء محرمة بسبب هذه الفتاة وبسبب ملابسها. وتعود الفتاة تقول بأن هذه هي حرية شخصية للفتاة، وهذا يعطي الحق للشاب بأن ينظر على الفتاة، ولكن لا بد أن ينظر إليها مثل أخته. ولكن بالطبع هذا الشيء هو خطأ تماما. كيف يستطيع الشاب أن ينظر إلى الفتاة مثل أخته وهي تقوم بارتداء هذه الملابس التي تثير غرائزهم بكل سهولة، وتجعل هذا مدخل للشيطان بأن يدخل به حتى إلى الشاب الملتزم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما هناك أيضا علامات ساعة، ولكنها علامات كبرى. ومنها طلوع الشمس من جهة الغرب. تختل حركة الكون بطلوع الشمس من جهة الغرب على غير عادتها التي ألفه الخلق عنها، ليشكل هذا الحدث واحدا من أبرز علامات الساعة الكبرى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتأكيدا على أن التوبة لا تنفع حينها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، كثرة المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نبوي أن الله تعالى سيغني الأمة بالأموال، وأن ذلك من العلامات الكبرى للساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. وبالفعل فإنه أصبح هذا الزمان هو زمان الأموال وكثرتها، فأصبح كل واحد يبحث عن الأموال فقط وعن كيفية الحفاظ عليه، بل وكثرتها أيضا، ولم يتذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بدينه ولا تعاليمه بسبب تفكيرهم في الأموال فقط.